الرئيس السيسي يؤكد خلال استقباله مدير عام صندوق النقد الدولي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين. أكثر من 20 شهيداً إثر غارات لطائرات الاحتلال في قطاع غزة، واليونيسيف يؤكد استشهاد 50 طفلاً في جباليا خلال يومين. استشهاد لبنانيين اثنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل الأخبار. أهلا بكم سيدات والسادة، نحييكم من قناة النيل الأخبار. إلى التفاصيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد الرفيع المستوى المرافق لها. تناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. كما شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. من جانبها، أعربت السيدة جورجينا عن تقديرها البالغ لجهود مصر خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة. أفاد مصدر مطلع أن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع. وأوضح مصدر أمني مسؤول أن حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار، وأشار إلى انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، مضيفا أن فتح وحماس أبديتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، وتتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة. وأكد المصدر أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي، وأن هناك دعما دوليا للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع. وكان 6 فلسطينيين من بينهم امرأتان وأطفالهما قد استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة قرب العدس شمال شرق مدينة رفح. في سياق مستقل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بمقتل ما لا يقل عن 50 طفلا في جباليا شمال قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، محذرة من أن سكان المنطقة بالكامل وخاصة الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في انفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، وقد أفادت السلطات المحلية بأن الجندي من مستوطنة بيتسهار بالضفة الغربية. يأتي ذلك غداة مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا في غزة إلى أكثر من 780 منذ أكتوبر 2023. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت دخول 4 شاحنات للمستلزمات الطبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر رفح مراسل قناة النيل للأخبار أحمد ممدوح. أحمد، مساء الخير، يعني هل لك أن تضعنا في الصورة لديك؟ نعم، أتحدث إليكم الآن من داخل من أمام معبر رفح، حيث نتابع موقف المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية إلى مثل هذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت مستلزمات طبية أو مساعدات لوجستية أو غيرها من المساعدات. يعني أمس وأول أمس كان هناك إغلاق من خلال معبر كرم أبو سالم، والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم تم دخول أكبر عدد من الشاحنات، أكثر من 130 شاحنة تم دخولها اليوم أيضا من خلال يعني معبر كرم أبو سالم، وأيضا بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للوقود والغاز تم دخولهم اليوم في الوقت الذي تزداد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الضرورية إلى مثل هذه المساعدات. على مدار 4 أيام ماضية تم دخول 84 شاحنة، تم تفريغ 30 منها، والباقي من الشاحنات عاد مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. جهود مصرية متواصلة لفتح معبر رفح واستقبال هذه المساعدات الإنسانية، حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين لمثل هذه المساعدات، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية، هو يعمل على لإدخال هذه المساعدات، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها من جانب معبر كرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات الإنسانية، بل يقوم أيضا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من أمام معبر رفح اليوم. إليك زميل. نعم، مراسل قناة النيل للأخبار من أمام معبر رفح أحمد ممدوح، شكرا جزيلا لك. استشهد لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية على بلدة جويا في قضاء سور. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات كفر فيلا في إقليم التفاح وأطراف أنصار في قضاء النبطية وحانين وشقرة في قضاء بنت جبيل. كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرتي ابن مناحم وشومرة برشقات صاروخية.
هذا وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي متابعته قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز من منطقة الباترون شمالي لبنان، طالبا من وزير الخارجية اللبناني تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بهذا الصدد. وأشار ميقاتي إلى أنه أجرى اتصالات بالعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال، التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في القضية. كما شدد ميقاتي على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الأمور في نصابها. توعدت إيران برد قاس على أي هجمات قد تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران أو مصالحها في المنطقة. قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران إن بلاده لديها القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، وهي مستعدة لتغيير سياساتها بشأن استخدامها إذا واجهت تهديدا وجوديا. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أن قاذفات من طراز B-52 وصلت إلى الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أنها ستنشر قدرات عسكرية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة دفاعا عن إسرائيل وتحذيرا لإيران. وأوضح البنتاغون في بيان له أن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات وقنابل B-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. يسابق المرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكاميلا هاريس يسابقان الزمن لكسب الأصوات، حيث يتوجه ترامب إلى كبرى الولايات الحاسمة في مسعى أخير لكسب الأصوات قبل أقل من 48 ساعة على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. من جهتها تعرضت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا بالعمل لوقف الحرب، وتعهدت بوقف هذه الحرب في الشرق الأوسط إذا فازت بمنصب الرئيس، متعهدة بأنها ستكون رئيسة لجميع الأمريكيين، وذلك بعد أن أظهر استطلاع للرأي تقدمها بفارق ضئيل عن منافسها ترامب بفضل مناطق حزام الصدى. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني من أجل الاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. نتابع. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة.
وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لعام 1971 في شأن هيئة الشرطة. هذا ومن المقرر أن يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون الإجراءات القانونية والجنائية. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل النيل الأخبار محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية، ضعنا في مزيد من التفاصيل حول جلسة مجلس النواب اليوم، وماذا عن قانون الإجراءات الجنائية؟ نعم جورج، بعد التحية في تمام الساعة 11:00 وكما هو معتاد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وعلى الفور بدأ المجلس باستعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 79 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع هذا القانون الذي انتظم في ثلاث مواد بخلال مادة النشر إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية لمعاوني الشرطة ولمواجهة التحديات والمستجدات، وكذلك مواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بكافة صورها. وأجاز مشروع هذا القانون لوزير الداخلية وضع اللائحة التنفيذية لمشروع هذا القانون فيما يتعلق بشروط وسن التقدم لمعاهد معاوني الشرطة، كما تم زيادة نص مشروع القانون على زيادة فترة الدراسة بمعاهد معاوني الشرطة إلى 3 سنوات لتصبح بمثابة دبلوم شرطي يعادل الدبلومات الفنية ذات 3 سنوات. المجلس منذ قليل وافق وبشكل نهائي على مشروع هذا القانون. وفي هذه الأثناء جورجي يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون الإجراءات الجنائية. ونظرا لأهمية هذا القانون، مشروع هذا القانون سوف يتم مناقشته من حيث المبدأ فقط على مدى 3 جلسات خلال هذا الأسبوع، كونه يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية، وهو كما وصفه عدد من النواب يعتبر الدستور الثاني بعد الدستور المصري دستور عام 2014. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تلافي بعض التوصيات التي أوصت بها عدد من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية، وكذلك وضع أسس جديدة للحقوق والحريات بما يتسق مع دستور 2014 وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. على أي حال جورجي، ما زال المجلس يناقش مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وسوف تستمر مناقشته على مدى 3 جلسات القادمة. شكرا محمود إسماعيل مراسل النيل للأخبار، كنت معنا على الهواء مباشرة من مجلس النواب. تستضيف القاهرة غدا وعلى مدار 5 أيام فعالية النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 174 دولة.
ينظم المنتدى المقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات بالتعاون مع الحكومة المصرية يركز المنتدى على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية. تستضيف القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر الجاري فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي WEF12 الذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ. تنظيم مصر للمنتدى يعتبر إضافة كبيرة لرصيدها الحضري والعمراني إقليميا وعالميا، حيث تعد أول دولة عربية في أفريقيا تستضيف المنتدى منذ دورته الافتتاحية في نيروبي بكينيا عام 2002، وثاني دولة عربية بعد استضافة أبوظبي للدورة 10 في 2020. ينظم المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتوقع أن يشهد حضورا كثيفا لا يقل عن 20,000 مشارك من 172 دولة. يشهد برنامج المنتدى تنظيم 554 فعالية، بينهم 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى و9 جلسات خاصة تناقش التحديات الحضرية العالمية المستدامة، يتحدث فيه 156 متحدثا. أما أبرز فعاليات المنتدى فهي المعرض المقام على مساحة أكثر من 6,000 متر مربع، ويشارك فيه 170 عارضا من أكثر من 50 دولة يعرضون أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان والنقل والطاقة وإدارة النفايات والمساحات العامة. يركز المنتدى على بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية، كما يناقش مواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي. يسلط المنتدى الضوء على التجربة المصرية المتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية لها، كما يتم من خلاله عرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية العمرانية خلال السنوات العشر الماضية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه النشرة، حيث أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024-2025 مقارنة بنحو 15% عام 2020-2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، فيما تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030. واستعرض التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجهود والمبادرات، سواء تلك التي تبنتها الحكومة المصرية لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الإنمائيين الدوليين. أكد وزير الري هاني سويلم حرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة
ودعم التنمية بدول حوض النيل مع الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية تسليم الشهادات لعدد 19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي إدارة أحواض النيل. وأشار سويلم إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصر للتعامل مع تحديات المياه بتطوير المنظومة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه. صعدت مؤشرات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم مستهل تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 1,023,000,000 جنيه. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 94%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.22%. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن معدل الإنتاج من شركة ألواح للنفط قد تجاوز 335,000 برميل يوميا. وتتبع شركة ألواح المؤسسة الوطنية وتصدر منتجاتها عبر ميناء السدرة، وتعمل في إطار مشروع مشترك مع شركات عالمية. كانت المؤسسة قد أعلنت في 11 أكتوبر الماضي أنها أعادت إنتاج الخام لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي البالغة 1.25 مليون برميل يوميا. ارتفع الإنتاج النفطي من منظمة الدول المصدرة أوبك خلال الشهر الماضي بعد أن تمكنت ليبيا من استئناف إنتاجها الذي توقف خلال الفترة الماضية. وزادت إمدادات أوبك من النفط بمقدار 370 ألف برميل يوميا ليصل إلى 29.9 مليون برميل في اليوم خلال أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن تبدأ الدول الرئيسية في المنظمة سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمداد بإضافة 180 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر المقبل. كما أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء من تحالف أوبك بلس في الأول من ديسمبر للمراجعة السياسية لعام 2025. تخطط شركة أمريكية لإغلاق مصفات النفط هيوستن بشكل دائم خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في ظل تراجع الطلب على وقود السيارات نتيجة الضغط الناتج عن الوقود المتجدد والمركبات الكهربائية. كانت الشركة قد خططت بالفعل لإغلاق مصفات هيوستن في عام 2023، لكنها مددت فترة تشغيلها بسبب هوامش الوقود القوية. وفي الشهر الماضي أعلنت شركة التكرير منافسة في الولايات المتحدة عن خطط لإغلاق مصفاة في كاليفورنيا وإجراء مراجعة على مصفتين أخريتين في الولاية للنظر في إمكانية إغلاقهما. سيدات والسادة، وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، ولا يتبقى لنا سوى تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد خلال استقباله مدير عام صندوق النقد الدولي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين. أكثر من 20 شهيدا إثر غارات لطائرات الاحتلال في قطاع غزة، واليونيسف تؤكد استشهاد 50 طفلا في جباليا خلال يومين. استشهاد لبنانيين اثنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء. أعود فألتقي بحضراتكم في تمام الثانية مع بانوراما النيل. إلى اللقاء.